لك أن تفعل هذا الأمر مع زوجتك ستلعنك الملائكة. مرحبا بكم متابعينا الكرام، فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. الزواج هو رباط الله المقدس الذي أحله الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشرية إلى قيام الساعة، وللزواج العديد من الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الزوج والزوجة لكي تقام بينهم الزوجية على أكمل وجه دون خلال حقد أو بغضاء. على رأس هذه الصفات لابد أن تتوفر في الزوجة والزوج صفات الرحمة والمودة والحب التي تدعم الزواج ويقوم عليها طيلة الحياة، بالإضافة إلى الحفاظ على الدين ووضعه في المقام الأول بينهم ليعلموا أنهم مكملين لبعضهم البعض، وعلى كل منهم حقوق وواجبات، كما أنه بعض المحظورات التي يجب العلم بها والامتناع عنها، وهذا الذي نوضحه من خلال هذا المقطع، موضحين بعض الأشياء التي إذا فعلها الزوجين تلعنهم الملائكة. قال الشيخ محمد أبو بكر أحد أئمة وزارة الأوقاف عبر مقطع نشره على فيسبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حس النساء والرجال المسلمين بالتزين، حيث لا توجد تفرقة بين الرجل والمرأة ولا عنصرية في الإسلام، لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: النساء شقائق الرجال، وهو أن للمرأة والرجل سواسية إلا فيما استثناه الشرع، لأنهم خرجوا من رحم واحد وهو رحم الأمهات. ولكن هناك بعض السلوكيات التي يفعلها الرجل مع زوجته وتظل الملائكة تلعن فيه حتى يرجع. أكد الإمام والشيخ محمد أبو بكر على أن هناك العديد من النساء التي تقوم برفع صوتها فوق صوت زوجها ويعتقدون أن ذلك قوة، ولكن أوضح الشيخ أبو بكر أن من تقوم بهذه الفعلة تلعنها الملائكة، كما تقوم الملائكة بلعن الرجال التي تقوم بصدم النساء وضربها، والرجل الذي يرفض طلب زوجته إذا طلبته تلعنه الملائكة، وكذلك عند قيام المرأة بذلك، لأن الدين الإسلامي لا يفرق بين رجل وامرأة، واستشهد بقوله تعالى في سورة النساء: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وأوضح الإمام في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى عدل بين الرجل والمرأة بنفس المعاملة ولم يفرق بينهما، كما ورد عن رسول الله أن عندما دخل على إحدى أمهات المؤمنين فوجدها شعثة، أي غير مهندمة، فقال لها: تمشطوا فإن الشيطان لا يتمشط. فأوضح الإمام أبو بكر وشدد على ضرورة التجمل بين الرجل والمرأة، لأن الإسلام جميل يحب الجمال.